والمره معلش اعذروني يا جماعه ان انا بكرر هذا الكلام، ولكن هو كلام مهم جدا. عشان كده انا دايما باجي اقول لحضراتكم ايه يا جماعه، هم 3 منصات فقط اللي ممكن حضراتكم تاخدوا فيهم اي معلومات تخص النادي الاهلي: قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي هو اللي طالع من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. هم دول 3 منصات اللي حضرتك تقدر تاخد منهم معلومه رسميه موثقه من النادي الاهلي. لكن اللي حصل الفتره اللي فاتت وترويج الاشاعات الكبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، وخدوا بال حضراتكم وانا دايما بقول وجمهور كل جمهور ومشاهدي ملعب الاهلي عارفين الكلام ده كويس، انا لما بيبقى في حاجه حتى لو هلمح عنها بطلع اقولها، ومحدش بيقول لي انت ما تقولش او قول. انا بمشي في سياسه النادي ولكن انا بلمح، انا بقول. ف قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، الموقع الرسمي للنادي الاهلي، هم دول 3 منصات اللي حضرتك تاخد منهم المعلومه بشكل رسمي. لو جاي عرض لفلان هنقول ان جاي عرض لفلان، لو مش جاي عرض هنقول ان مش جاي عرض برضه. وعلى فكره ما هو فلان ده ممكن يطلع يكذبنا لو احنا بنقول حاجه غلط. فكل المعلومات بنجيبها لحضراتكم او بنحاول نجيبها لحضراتكم من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال بقى برنامج ملعب الأهلي علشان تبقى معلومات دقيقة جدا. فمن فضل حضراتكم ما تنظروش للي بيحصل بره المنصات دي، اسمعوا اقروا ومفيش مشكلة طبعا، لأن كل الناس بتجتهد، كل واحد في مجاله، اللي في الإعلام واللي في الصحافة واللي في الراديو واللي في التلفزيون، اللي هنا واللي هنا، ما عنديش مشكلة، كل واحد عايز يجتهد يجتهد، بس صدقني المعلومة الرسمية والرئيسية هتاخدها من الـ3 حتت دول. الموقع، افتح الموقع الرسمي، ما لقيتش المعلومة اللي أنت عايزها خش على مجلة النادي الأهلي، ما لقيتش المعلومة اللي أنت عايزها تعال على قناة النادي الأهلي هتلاقي المعلومة اللي أنت عايزها سواء هنا أو هنا أو هنا. فهو ده المهم خلال الفترة القادمة.